ويلكم باك. النهارده معاكم فلوج جديد، رايح اجيب نعمل مول البستان في بال التحرير دلوقتي، يلا بينا. ودلوقتي وصلنا عند مول البستان اهو. ودلوقتي احنا جوه المول. دلوقتي كان حد مرشح لي المكان دوت، وانا البادجت بتاعي كانت 10000، فتعالوا نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دلوقتي انا كنت عايز جهاز للمونتاج، البادجت بتاعتي 10000 جنيه. هو المبلغ ده هيديني جهاز لو او متوسط نسبيا، تمام. بس عندي ميزه ان انا لو خدت البروسيسور بتاعنا الاي ام دي 2600 اكس، البروسيسور ده 6 كور 12 سيف، الكاش بتاعك 4.2، عندك برضو الميجا الكاش الباص بتاعك 4.2 جيجا هرتز، الكاش بتاعك بيوصل ل 19 ميجا كاش، بلس ان انت هتاخد رامتين 16 عشان تعمل دول شريط مش رامه واحده، يعني رامتين كل واحده 8 يديك المجموع 16، والباص بتاعك 3200، وهناخد هاردين، واحد اس اس دي تنزل عليه السيستم بتاعك، وهارد 1 تيرا اتش دي دي، تمام. وهناخد كارت شاشه 2 جيجا دي ار 5، الموديل بتاعه 1030، ده يعتبر يعني كارت متوسط، اقل من المتوسط نسبيا، واخد بالك، اقل من المتوسط نسبيا، بس ده هيديك الاداء اللي انت عايزه، تمام. بلس ان احنا هناخد دلوقتي كيسه فيها اربع بنات ليد ار جي بي، الاربع بنات، وهنديك فيها باور 600 واط، بحيث لو انت حاولت ان انت تعلي الكارت بتاعك بالتالي الاداء بتاعك هيكون متوسط. في المجمل العام ان الكيسه ديت نقدر نقول عليها ايه، في المتوسط، في الشريحه الوسطى، فيها امكانيه الابجريد مستقبليا، ممكن نرفع الكارت اللي هو ال 1030 وناخد كارت تاني اعلى منه شويه اللي هو 1650، او الاعلى منه 1660، فامكانيه الميزه اللي عندك امكانيه الابجريد بتاعتك متاحه في الفئه السعريه دي، وممكن سعرنا يوصل لحضرتك 9850 على نفس الكونفيجريشن. الكلام ده شامل التركيب والسيستم بتاعك. خلاص تمام، هنخلص واوريكم النتيجه في الاخر.
طبعا هو دلوقتي بيعمل لها الويندوز، كان نفسي اقفلها انا طبعا، بس ايه سيب الحاجه اللي يفهم فيها احسن. تعالوا نشوف رايحين فين دلوقتي. وطبعا بما اني في وسط البلد لازم اروح عند، لا لا مش العبد، عند بلبن. مش متوقع بصراحه لان الناس دي ما شاء الله كلها. تعالى برضه بنبيه. السلام عليكم. عايز واحد رز بلبن مكسرات. واحد رز مكسرات؟ 20. سلم على الناس بقى. ايه؟ لهم كده. ايه؟ اعمل لهم كده. ايه ايه؟ استنى. روح روح. كان اسمك ايه بقى عشان مروان الكويس. حبيبي هو زحمه شويه بس بصراحه يستاهل يعني. ودلوقتي رجعنا المول، استنى نقعد ناكل بتاع الاول. وهي دلوقتي خلصنا الاكل، تقييمي 9.5. تقولي لي 9.5 يعني هو كده رقم حلو. وبكده الجهاز خلص ونزل اي سيستم وتقفل وكل حاجه، وكل ده طبعا شامل سعر القطعه طبعا غير اي مصاريف زياده. ورشح لو حد هيجي عايز تجميعه من المكان دوت، الناس كلها محترفه هنا والناس كلها ذوق جدا يعني. وبس كده، واستنوا بقى فيديوهات واحنا بنجرب الكيس. دلوقتي احنا خدنا الجهاز، بس لا ايه، انا ما عملتش حسابه انا هروح ازاي. انا جاي مترو بس كده، نطلب اوبر بقى. I'm blowing up like you thought I would. I'm blowing up like you thought I would. And if you don't know, the lonely loner seems to free his mind at night. At night.